منتدى الحياة. منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية. منتدى الحياة. منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية. بهم في العام باش يكون معناتها ظرف معين معناتها باش نعيشوا فيها كل 30 يوم هذوكم ويوفى في مع معناتها مع انتهاء شهر رمضان والا باش نقعدوا ديما نواصلوا بنفس الممارسات ونفس التصرفات اكيد الايجابيه والسلبيه اللي هنا نحكيو. نعاود نرحب بالاستاذ فيصل الكعبي المختص والمعالج النفسي. مرحبا سي فيصل. يا مرحبا بك مرة أخرى ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات. يعيشك أستاذ. احنا كنا بدينا في بداية حصتنا حكينا على موضوعنا لليوم علاش اخترنا الموضوع هذايا نظرا لأهمية كما قلت أنت أستاذ فيصل شهر رمضان. نعرفوا اللي فما وانا قلت لك نعمة من النعم اللي يجب استغلالها ويجب حسن استثمار. ما نحبش نقول استثمار ولو أنه كلمة استثمار استثمار الوقت واستثمار الشهر هذايا الفضيل في الفايدة وما فيه معناتها خير للإنسان في شخصه وفي المحيط اللي داير بيه. هو خليني لا يمثل لكن شهر رمضان هدية من عند ربي العالمين. تصور واحد يعطيك هدية تفرح بها وقت اللي يمدها لك وبعد تخليها وبعد تهملها تحطها في التركينة وتنساها. هي الهدية ذي ما عطاهاش كان للظرف الشهر ذاك. مرة أخرى مش نتحدث على الجانب الديني العباداتي وإنما الهدية ذي شنو معنى شهر رمضان؟ هي فرصة باش نراجع راجع أنفسنا. ومعذرة أنا فكرت رح نسيت سكر التليفون. ميسالش نحاولوا نقصوا في الصوت متاع التليفون. نعود نذكر الناس اللي يسمعوا فينا موضوعنا لليوم هو شنو اللي تبقى من شهر رمضان، كيفاش عشتوا الشهر هذايا، شنو الحاجات الباهية اللي حسيتوا رواحكم بدلتوها في رواحكم تحبوا تقعدوا تواصلوا بها تيلة الأيام القادمة. نرجع لك أستاذ فايز. سلبيات المباشرة هذه هي هدية مع عند رب العالمين باش نصلح فيها ونعدل فيها ميزان جسدنا على المستوى الفيزيولوجي لأنه برشا ناس تخرج من شهر رمضان وفقدت بعض الكيلوات وهذا إيجابي والعكس إذا فما العكس فما شكون هو للأسف وهذا مش يفتح لنا باب. وقلناه قبل ما نبدأ رمضان يندرى كيفاش نتعبد إحنا في شهر رمضان، يندرى نعتبره شهر الأكل والشهوات. وللأسف في تونس اليوم في عصرنا أصبح من 6 صباح الواحد يقول له شاهية طيبة كأنه شهر رمضان هو شهر الشهوات والملذات والأصناف اللي ما نطيبهاش في كل عام والمصروف زيادة والاستهلاك اللي ما المصروف وذكى معناها تبعاته. إذا لما يبان كأنه شهر رمضان هو فرصة باش الطاولة تتحلوا ونحط شهواتنا ولا هو شهر الصيام مع بهذا المعنى. للأسف فما معتقدات خاطئة مفكرين إنه الملذات اللي ما نعيشوهاش في شهر في الأشهر الأخرى في العام الكل يجي شهر رمضان مش نعيش الملذات وهذا مش ما عندوش علاقة برمضان. إذا هذا معتقد خطأ. إذا الناس اللي صاموا إيجابيا ونقصوا من الأكل ولكن نجي على السلوك نقصه يقول لك في رمضان الكذب لا لأنه يفطر مفطرات، لأنه يقول لك الغش لا، لأنه يقول لك التباعد والنسيان سلة الرحم لا. إذن شهر رمضان باش نرجع إلى سلوكيات اجتماعية وعائلية ونفسية ونصلح فيها كأنه رسولنا عليه الصلاة والسلام يعتبر النفس كالجبة كجبة تعلق فيها بكثير من الأشواك. فرصة شهر رمضان باش تنحي هالشوك هذا هالخبائث هذه المفطرات كما الكذب كما الغش كما الغيبة في الناس الحديث في الناس. إذا الناس اللي يصوموا رمضان يقلعوا عن هذا السلوك ويفيقوا أنه فما أشياء رب العالمين نهى عليها. ينظر بعد ما يخرج شهر رمضان أكل تحفظت وتدربت عليه خلال الشهر هذا المهم يعني ندرى نقول والله يلزمني اليوم في سلوكياتي
نحافظ على أكل الحوايج الإيجابية، من نعملش غيبة في الناس، من نكذبش، من نغشش، من وإلا كأنه ما فما شيء، كأنه حليمة رجعت إلى عادتها القديمة، نحيو جبة رمضان وندخلوا في الشطيح مرة جديدة مرة أخرى. أستاذ فيصل، بلي تعقيب صغير على كلامك، هو حتى معناتها للتوضيح للناس اللي يسمعوا فينا، عادة هالممارسات السلبية خلينا نقول وإلا التصرفات السلبية، الإنسان كي يبدأ صايم يأجلها حتى لبعد شقان الفترة، وعادة اللي باش يعمل حاجة مثلا ما نعرفش ما نحبش نقول عيب وإلا معناتها أي تصرف غير سليم ما يعملوش هو صايم، ولكن يسمح لنفسه باش مثلا باش يجيب يتعارك مع، نحكي حتى معناتها اتيتر في العلاقات معناتها العامه، اللي باش يتعارك مع شكون هكا في الشارع ولا حاجه يقولوا توا راني صايم معناتها خلي من بعد. هي ذي لانه فكرين الصيام، ضمن الناس اللي فاهمين ضمن المعتقد الخاطئ، مفكرين الصيام هو الامتناع عن الاكل والشرب. الصيام مش امتناع عن الاكل والشرب، الصيام هو صيام تلت الشهر تلت اليوم حتى بعد ما يشق، لانه المغرب يحل لنا الاكل والشرب لكن بقيه الاشياء ما تحلش. الصيام يبقى الصيام شنو على السلوكيات السلبيه. انا هنا نهتم بالجانب الصحي مره اخرى، مش نتحدث عن الجانب العباداتي التديني، نتحدث كمختص في علم النفس وفي العلاج النفسي. نقول الصيام 24 ساعة على 24، الصيام هي الامتناع على كل المفطرات حتى بعد المغرب. المغرب يحل لنا ناكل ونشرب لكن ما يحل لناش ان نكذبوا. اذا بعد المغرب تكذب ولا بعد المغرب تعارك ولا بعد المغرب تخرج بسلوكيات سلبية، كأنك فسدت صيامك في الكل. إذن هذا معتقد خاطئ. الصيام ليس مقصور على النهار بركة والامتناع على ذي، علاش رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول بعض الذين يصوموا ما نالهم من صيامهم إلا الجوع والعطش، معناها بقية الصيام ما عادش. إذن هي مسألة سلوكيات، هي مسألة علاقتي بالآخر، علاقتي بعائلتي وعائلتي بالمجتمع. يندرى علاقتي بالمجتمع إيجابية ونصلح كل السلبيات. سبحان الله كلنا ولا واحد منزه، ما فماش، كلنا نخطئ، وكل انا اول انسان يخطئ ويغلط. جاء فرصه باش نقعد مع نفسي، وهذه من رحمه ربي، نقعد مع نفسي ونراجع نفسي كيفناش علاقتي بالاخر. ينظر فيها دسيسه، ينظر في قلبي فما حوايج ما نصرحش بهم لانه اجتماعيا يلزمني نحافظ على علاقاتي، ولكن يقول لك إلا من أتى الله بقلب سليم. هي جاء شهر باش قلبي يصبح سليم. المسألة مش في الصلاة، مش قداش من ركعة صليت، مش هذايا. تعرفوا الحكاية ذي، سمحني راني كنجيب الأمثلة ذي مرة أخرى، مشني رجل دين وبعيدا عن، وأكيد احنا ما نيش نحكيه على الموضوع هذا من الجانب الديني، الجانب النفسي أكيد. رسول الله عليه الصلاة والسلام قعد مع الصحابة وقال لهم هو واحد من أهل الجنة داخل ثلاثة أيام، يقول لهم واحد من أهل، ونفس الشخص يجي وشخص طبيعي مش لا مقرب من الصحابة، أحد الصحابة ما مطولش، أحد الصحابة مشى ابتدع فكرة باش يمشي يبات بحذاه ويشوفوا شنو اللي يعمل فيه باستثنائيا باش يستحق ان يكون من اهل الجنه. شافوا ما يعمل في شيء زياده، يصلي الصلاه العاديه ولا يقوم الليل ولا. اذا مشى سالوا علاش، قال له راني حاجه واحده نعمل، راني كي نرقد في الليل ما عنديش ضغينه على مسلم، قلبه سليم وصافي. اذا انا ذي الحكايه ذي يليت الائمه يقولوا فيها في المساجد، راي المساله مش في العبره قداش من ركعة صليت في الوتر وقداش من نهار صمت. الإسلام مش عبادات بس، إسلام معاملات، إسلام نفس سليمة وقلب سليم. إذن كيفناش نصلح نفسي ونصلح قلبي طيلة العام مش خلال الشهر. الصيام طيلة العام مش من امتناع على الأكل، أما نمتلع على الخبائث، كل ما هو خبث، كل ما هو تزروين، كل ما هو مرض نفسي يمرضني أنا ويتعبني أنا ويتعب قلبي ويتعب علاقاتي، علاقاتي موبوءة ومسمومة. إذن المسألة كل
شنو اللي ربحته في شهر رمضان خلال هالتدريب وتدريب جماعي؟ ما كنتش وحدي، المجتمع الكل يغير الريتم، وانا في جو كامل لتهذيب نفسي، لتنقية نفسي. يعني الأرضية موجودة وملائمة. تفناش أنا في علاقتي بسوار وعلاقتي بنوفل وعلاقتي علاقتي باللي حولي، كيفناش يساعدوني هالجو ذا باش نصلح ونعالج نفسي؟ هي علاج. أنا دائما أعتبر الديانات كل اليهودية والمسيحية والإسلام هي رب العالمين بعثها طرق علاجية، علاجية للجسد وعلاج لأسقامها وأمراضها وعلاجية للنفس. العلاج النفسي اليوم المودرن الحديث هو مستوحى، ومازال العلاج النفسي الموجود في العالم وأرقى المدارس مازالت أقل مما جابته الديانات. إذا علاش نرجع دائما للدين الإسلامي نستشهد به؟ لأنه طريقة علاجية نفسية راقية جدا لو نستوعب أبعادها اللي بعثه رب العالمين. رب العالمين أعطانا هدية ما لها هدية، لو نبقى له حياتنا الكاملة ساجدين ما نستوفاش هالفضل هذا اللي أعطاه رب العالمين. كيف نش نستغل هالطريقة العلاجية المجانية اللي أعطاها لنا ربي من فضله، نستغلها باش نصلح ما تعطب في جسدنا. وعلى ذكر تعطب الجسد، اليوم مصحات أوروبية تستعمل في الصيام كطريقة علاجية حديثة، ولمن عندهم الانترنت يدخلوا في الانترنت ويحطوا بالفرنسي لوجون هو الصيام النوفيل ثيرابي، طريقة علاج جديدة. اليوم مصحات في سويسرا وفي فرنسا وفي كندا وفي ما عندهمش علاقة بالإيمان بالإسلام، لكن يستعملوا في الصيام ويحزدون على شهر رمضان. احنا باش نعرفوا لهنا نفهموا الفايدة من الصيام، يصلحوا فيها أمراض السكر وضغط الدم وأمراض كثيرة جسدية، ولكن فما أمراض نفسية تتعالج بالصيام. إذا كيفناش هالمدرسة وهالطريقة والعيادة النفسية اللي أعطاها لنا رب العالمين متوفرة للفقير كما للغني، كيفناش تجينا فرصة في العام، كيفناش نستغلوها ونحافظوا عليها ونعالجوا بها نفسنا؟ ولا جاء نهار العيد نفرحوا ونضربوا ضربة اللي ربحناه الكل في رمضان في ثلاثة أيام، في نضربوا الحلول اللي يضربنا الدم ونضربوا الضغط ونرجع للأمراض كأنه أصبحت كأن شيئا لم يكن زيدا، كأنه شيئا لم يكن، نرجع عادي. رسولنا عليه السلام يقول صوموا تصحوا، إذن ربطت الصيام بالصحة، الصحة الجسدية والصحة النفسية، وأنا نتحدث عن الصحة النفسية. وإلا أصبحنا صوموا تمرضوا، الصيام هو للصحة، والصحة مش في خلال شهر برك. كيفناش الأشياء اللي فقتلها واختليانا في المسجد ولا أن في العائلة صاهر ولا وربطت علاقات عائلية وصلت الرحم وكنت هكا متخلق بخلق الإسلام في الـ في الـ في الـ في السوق، يدزني واحد نقول مو رمضان وسامح، ويظلمني واحد نقول له أني صائم. هالأخلاق الطيبة هذه كيفناش نحافظ عليها وندوم عليها وتصبح أخلاقي خلال السنة كلها، ونصبح خلال السنة كلها مش راحة لذاتي ولنفسي، لأني تعطيني نوع ما من السكون ونوع ما من الصبر ونوع ما من راحة البال والصحة النفسية، لأنه تعطيني اعتدال ونبعد على النرفزة والستريس والضغط، الضغوطات اللي نخلقها لأنفسنا، ونصبح بقلب سليم في الليل كي نرقد ما يكونش فما ضغينة لأي مسلم لأي إنسان برا، نكون مسالم. إسلام جاي من السلم والسلام والمسالم في حياتنا. كيفناش نرجعوا للأخلاقيات هذه وتصبح ديدني وسلوكياتي يوميا، مش للآخر بس، مش باش نعمل مزية على الآخر، لا، لنفسي، لراحتي النفسية. أنا أنا باش نعيش متزن مرتاح، نبعد عن الضغوطات اللي يمكن تولد لي أمراض جسدية، كما قلنا ستريس يولد أمراض القلق ويولد أمراض المعدة ويولد أمراض عافانا وعافاكم الله وأمراض الدم، ضغوط الدم والسكر. كيفناش هالأمراض هذه تبتعد عن واللي يصوم رمضان واللي يصوم بالصيام اللي قاعدين نقولوا فيه
أنه مش شقان فترة جان نحل لنفسي كل شيء، لا، الصيام 24 ساعة على 24 إلا الأكل والشرب يحل وقت المغرب. إذا نصوم ومش نقصد الصيام على الأكل كهو، احنا أستاذ أكيد هذا هو إيش قاعد نقول، أنا مش صيام الأكل والشرب برك، وإنما صيام سلوكي، سلام الرقب في نفسي، سلام الصيام الخلو إلى نفسي قبل الخلو إلى الأخ، صيام الخلو إلى نفسي وأبقى مع رب العالمين وكأني عندي مرآة نشوف في ذاتي ونقول هذا شيء عيب في حياتي، هذه سلوك مش مرضي، لا يرضيني، لا يرضي الناس، لا يرضي رب العالمين، كناش نجم نغيره، هذه يمكن عندي هوى نفسي يأخذني إلى أشياء بعيدة ياسر، كيفناش نهذب فيها؟ رب العالمين ما قتلش الغرائز، ما طلبناش نقتل الغرائز، وإنما قال الغرائز هذه الشهوات كيفناش تلبيها في حدود ما هو متعارف عليه بالاتزان، مش نشط فيها. الناس اللي تدخن وفي رمضان تقلع عن التدخين لفترة، كيفناش ننتهز فرق رمضان باش وإلا يحاولوا ينقصوا منه في خلال الفترة، كيفناش النجم، فما ناس تقلع عن التدخين خلال شهر رمضان، الناس اللي أعطاهم ابتلاء رب العالمين بالخمرة ولا بالمخدرات ولا بالمنكرات كل، كيفناش خلال شهر رمضان مش ننقطع عليها وننتهز فرصة باش نقول أوكي يلا جاء شهر كامل وأنا بعيد عن المسألة دي، يلا مش نواصل فيه. الإنسان اللي تعود على الكذب في حياته، فما ناس يقول لك الكذب مصالح، كذب في المصالح جايز. هذه خطأ وعقيدة خاطئة، كيفناش أقلع عن الكذب خلال شهر رمضان يقول يلا مش نواصل في السلوك هذا. إنسان اللي يغش في السلعة وفي يغش في دفع الثمن ويغش في القول ويغش، جات فرصة قال شهر رمضان بعدت على الغش هذا وحس روحه هكاك خير يكمل الباقي العام، يكمل. إذا هي هذه الفرصة الذهنية ذي، كيفناش حاجة صحية عشناها، منطق صحي نفسي وجسدي ما دربنا عليه مدة شهر، كيفناش المنطقة ذي ما ننسوش مع العيد، نقول هكاو تغلق القوس تغلق يلا نرجع لعادتنا. هذه مسألة عزيمة ومسألة الناس في غفلة كما قلنا، ما نرجعوش للغفلة، نكونوا ذكيين، ما يقولوا التوانسة مزورين كونوا ذكيين في الحاجات اللي تنفع، ذكيين، خلينا ذكيين في المسألة دي، أنا عملت حاجة إيجابية ترجع بالفايدة عليا جسديا ونفسيا، كيفناش نكون ذكي ونستثمرها كما قلت أنت بكري كلمة استثمار، نستثمرها باش نعيش مرتاح بالمعنى الإيجابي أكيد، باش نعيش. أنا مرة أخرى خلينا أنانيين، وأنا نأكد على الكلمة دي، خلينا أنانيين، فكر في روحك قبل ما تفكر في غيرك، كيفناش نكون نستغل ذي لمصلحتي أنا باش نعيش مرتاح، وبعد نفكر في الآخر وفي الثواب وفي كل ما نريده وفي الجنة بعد ذاك. أما أبدأ بنفسك كيفناش تمر بالحياة الأرضية هذه، عايشين على الأرض نعيش مرتاح ونكبر 60-70-80 سنة وأنا ما مشيتش للطبيب. يعطيك صح أستاذ فيصل، احنا مازلنا مواصلين معاكم من توا حتى للأربعة متاع العشية في منتدى الحياة. نعود نذكركم 70-035-120 70-035-120، ديما على ذمتكم إذا كان عندكم أي استفسار يخص موضوعنا لليوم. مرحبا بكم، مرحبا باتصالاتكم، ما تبدلوش الموجة، ما تبعدوش من جديد. انتم تسمعوا في اذاعه الحياه تفهم عن القيروان على 93، تحيه كبيره لكم وين ما يوصلكم صوت اذاعتنا. انتم تسمعوا في برنامج منتدى الحياه، البرنامج الاجتماعي اللي رافقكم من الاثنين حتى للخميس، من الماضي ساعتين حتى للاربعاء، بحضور الاستاذ فيصل الكعبي المختص والمعالج النفسي اللي نعاودوا نرحبوا به ونشكره زاده لحضوره معنا والافاده اللي والاضافه اللي قدمها لنا سيله الساعتين هذوما. يعطيك الصحة أستاذ فيصل، بارك الله فيك، هذا من حسن أخلاقك، وإن شاء الله إن شاء الله نجيبوا الإفادة دائما. أكيد احنا الهدف متاعنا ديما نقولوه هو ونعاودوا نقولوه هو إصلاح المعتقدات الخاطئة والإفادة، نخرجوا بالإفادة وإتمام الصحة النفسية والصحة الجسدية الصحة النفسية في حياتنا اليومية. كيف نوصل إلى هذا؟ الوقاية خير من العلاج. وإحنا أستاذ اليوم نحكيه على شنو اللي بقى من شهر رمضان، خلينا نحكيه شوية معك على الجانب النفسي على مستوى
مستوى الصحة النفسية. بعض الناس كما قلنا احنا أستاذ في بداية حصتنا يراجعوا أنفسهم، يشوفوا الحاجات الغالطة، يراجعوا تصرفاتهم مثلا في الفترات الأخيرة، اللي عنده مشاكل مع 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 عائلته يراجعهم في الشهر هذا، يعني يصلح من روحه ويطور من روحه إذا كان عنده حاجات ماهوش مقتنع بهم في 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 شخصيته ولا في في معناتها في شخصه، يحاول في الشهر هذا يستثمر الوقت ويستثمر الشهر هذا ويصلح من روحه. هي هي ذي هو هذايا روح المسؤولية، أني نكتشف أسلوب آخر من العلاقات مع عائلتي ومع مجتمعي. كيفناش هالاكتشاف ذايا والوعي ذايا والمعايشة خلال شهر كامل بسلوكيات إيجابية مع عائلتي ومع مجتمعي، كيفناش ندومها بعد؟ أنا يؤسفني بعد العيد اللي نكلمه يقول كأنه رجع كأنه خذا راحة لمدة شهر وفجأة رجع للهموم والمشاكل والأزمات النفسية والعلاقاتية مع مجتمعه، ولا يفكر في الفلوس ولا يفكر في في الأزمة والسلع الناقصة والأزمة واللي خامم في المصروف اللي صرفه والمصروف اللي صرفه كيفناش نجم يخرجوا. إذا كأنه خذينا راحة بشهر وفجأة رجعنا لمعترك الحياة وتعبها. نقول يا ناس ما تعتبرهاش راحة، اعتبرها فترة شهر كامل شهر رمضان نكتشف فيها نفسنا ونكتشف فيها سلوكيات أخرى ممكنة ما أننا مارسناها خلال الشهر. أنا نتحدث عن الممارسة الإيجابية. أكيد. كيفناش هالممارسة دي نجعل من رمضان شهر عام كامل، مش في الصيام بالأكل والشرب وإنما في السلوكيات الإيجابية. كيفناش نجعل من شهر رمضان عام كامل عوض ما يكون شهر؟ مادام احنا تصرف سليم كملنا به 30 يوم جربنا 30 يوم وقدرنا عليه، علاش ما نواصلش فيه؟ تكون علاقاتي طيبة مع مجتمعي، ما نكذبش على روحي، ما نكذبش على الناس الاخرين، ما نغشش روحي، ما نغشش الاخرين. اللي في داخلي وهي علامة الصحة النفسية للجميع. نقول الصحة النفسية ترتكز على شيء أولي، هو في كثير علامات، لكن العلامة الأولى أنه الداخلي هو الضاء الخارجي، ما يكونش في داخلي شيء فمش خفية نوايا خبيثة في داخلي شيء والبرة شيء. هذه هي أكبر أول علامة للصحة النفسية. إذا كيفناش نعود نفسي أن يكون نقي؟ يقول لك اللي على قلبه وعلى لسانه، هذايا كيفناش نولي نعيش الشيء هذايا يكون على قلبي؟ حتى ولو غش، أنا متغشش لا سمح الله عليك، نقول لك أنا متغشش، نجم نقول لك ما غير قلة أدب، ما نجمش معناها نحافظ على الأدب مع الآخرين، ولكن نقول لهم أنا متغشش على حد، نقول لهم متغشش عليك. مش حرام الغش، مش حرام الغضب، مش حرام الخصومة، الناس كل تختلف علاش لا، والاختلاف رحمة، لكن نختلف ونبقى في حدود الأدب، ما نفجرش في خلافي. كيفناش هالسلوكيات متاع رمضان نكملها ونجاهد؟ رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول الجهاد الأكبر هي جهاد النفس. كيفناش نجاهد نفسي حتى بعد رمضان ما نطيحش في الستريس اللي اليوم عايشينه يوميا الناس كل، وعنا أدوات ضغط كبيرة نفسية، السلع الأولية ناقصة، الشهريات ناقصة على مستوى العيش لأنه الدينار قاعد ينقص، الأزمات الاقتصادية، الأزمات في الشغل، البطالة، معناها فما عناصر كثيرة موضوعية في حياتنا اليومية تخلينا نتعب، تعزز هالأحساس هذايا بالتأزم. حوايج ما نجموش نغيرها، تولى الأزمة الاقتصادية ما عنديش قدرة أنا كشخص باش نغيرها، هذه أزمة. كيفناش رغم الأزمة موجودة ولكن كيفناش نعيشها داخلانيا بأقل ضغط، بأخف الأضرار باش، لأنه فما أزمة اقتصادية وعندها عواقبها في قلة الشراء وفي قلة المواد الأولية، ونزيدها ستريس ونزيدها ضغط في داخلي. كيفناش داخلي نعدله بحيث أني نواجه هالمشاكل الموجودة في المجتمع بأريحية بأقل ضرر على نفسي؟ لأنه إذا واجهتها مباشرة وتأثرت بها مش تولد لي أمراض أنا في غنى عنها، كما قلنا أمراض جسدية منها ضغط الدم والسكري ومرض القلب والأمراض الكلى اللي أمراض العصر هذه. كيفناش نقي نفسي؟ والوقاية خير من العجز. رمضان جاء باش يعلمنا الوقاية.
كيفناش نعيش حياتي الاجتماعية ما غير ما نتأثر بالسلبيات والستريس والضغوطات الموجودة يوميا. كيفاش أستاذ هذا الكل؟ هذايا السلوكيات الإيجابية اللي قلناها في رمضان كيفناش نداومها، كيفناش استرس موجود ونعترف به ولكن نتوكل على ربي، أني نجلس نعمل نهار كامل. احنا تعلمنا الخلو في التهجد وفي القيام، تعلمنا أنه نعمل سكينة في داخلنا ونتعبد رب العالمين ونذكر أنه مدير هالكون هذا هو رب العالمين وأنه هو اللي يرزق وهو اللي يقدر الأرزاق. إذا نتذكر هالمسألة دي ونقول نخلي السكينة في داخلي، نخلي نعمة من الهجوع ومن السجود والخشوع ونتذكر ربي ونطلب ربي وما نحملش هم هالحياة دي ونرضى بالمكتوب. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. إذا الرضا هي العلامة الأولى للصحة النفسية. باهي أستاذ فيصل معنا تليفون نستقبله. سي عبد المجيد مرحبا بك على موجات الحياة فاي. أهلا عسلامة، يعطيكم الصحة. أنا مستمع في السيارة وموضوع مزيان باهي، وشدني قول الدكتور فيصل الكعبي الموصول بانفعال الغضب. انفعال الغضب فيصل قال بطريح العبارة، قال مش حرام، صحيح مش حرام، ولكن حبيت نعطي رأي في الباب هذا اللي كونه معناها الحالة الانفعالية الوجدانية القصوى رأي تذهب العقل أحيانا، تذهب الحكمة، تذهب الحكمة. ثم حاجتين حالتين يستحسن ألا نتخذ فيهما قرارا. تأخذ قرار هي حالة الغضب، والغضب مرفوض لأنه يذهب العقل، وحالة الفرح الشديد. حالة الفرح الشديد أنا وناس قبل يتكلموا على كلام الليل يقولوا كلام الليل بمعنى أنه غير موثوق به. علاش؟ لطغيان العواطف، وهي جان العواطف فهد زمن هذايا من النسق اليومي هو الزمن الليلي. إذا بالتالي نقولوا ضبط النفس، ضبط النفس مطلوب. يحدث أن نغضب ويحدث أن نفرح فرحا شديدا، ولكن هذا لا يجب في تقديري أن يذهب الحكمة في التصرف. ربي يبارك فيك، ربي يبارك فيك أخويا عبد المجيد. أنا المسألة كل أنه ما قلتش أنت قلتها كلمة في الحالة القصوى الانفعال معناها إنساني وما نجمش الانفعال وبشري وما نجمش نمنع نفسي من الانفعال، يلزم نعترف بالانفعالات. لكن المسألة كل رب العالمين أعطانا غرائز وأعطانا انفعالات وهذه نعمة ما عند الله. الشيء الوحيد كيفناش نهذبها، كيفناش نهذبها؟ النعمة المعدلة للغريزة هي نعمة العقل. أكيد هي العقل، لأنه يعقل بالعقل نجم يعني نعبر على انفعالاتي بعقلانية. أنا المسألة كل قلت ما مش حرام لأنه نعمة من عند الله ولازمنا. صادق فيما قلت مش حرام فعلا. أي أنا المسألة كل كيف أنا إضافتك اللي أضفتها وبارك الله فيك، أنا في حوار معك ولا ألغي ما تقوله، بالعكس نأكد عليه نقول هي في الحالة القصوى ما نخليش غرائزي ولا انفعالاتي تفلت مني وتغيب العقل في تعاملي مع الآخر. إذا الانفعال أنا متغشش وحقي أن نتغشش. رسولنا عليه الصلاة والسلام كان يغضب لكن كان يعقلن انفعالاته، لا يلغي الغضب وإنما يعبر عليه بعقلانية. هذه هي كيف نشرع انفعالاتنا كلها أي كانت، حتى الغضب وحتى الأشياء، لكن ما نخليهاش تجمح بينا كالفرس وتأخذنا إلى مواقع غير مرضية لا في علاقاتنا الاجتماعية ولا في عند رب العالمين. إذن المسألة كل في الجموح. دكتور فايزر فضل. أنا حبيت نقول اللي حالة الغضب أو حالة الانفعال الشديد بصفة عامة ما يسمى انفعال هو أقرب من الغرائزنا، بالتالي أقرب
يقرب بنا إلى مرتبتنا الجسدية أكل قلو الحيوانية بين مزدوجين. وكلما سيطر العقل وتجلى العقل وانعكس بالسلوك أقوالا وأفعالا كلما ارتفعنا نحو درجاتنا الإنسانية التي تميزنا عن باقي الكائنات. سي عبد المجيد سامحني أستاذ فيصل جوست عندي تعقيب صغير على كلامك سي عبد المجيد. سعنا نشكروك لمتابعتك البرنامجنا ووفائك لإذاعة الحياة فيه والمداخلة القيمة متاعك. شكرا ليك. فقط حبيت إذا كان عندك تجربة مع شهر رمضان شنو ماذا تبقى من شهر رمضان سي عبد المجيد؟ فماش هكا عادة من العادات اللي ديما تحافظ عليها ما هي ما معناتها ما تكونش موجودة كان في رمضان وحاضرة ومن بعد نسكروا الموضوع ونرجعوا للعادي؟ والله أستاذة احنا يعني تعلمنا حاجة في منذ ظهور العقل في تاريخ في التاريخ الإسلامي. العقل في التاريخ الإسلامي ظهر مع المعتزلة. المعتزلة هذه الفرقة الإسلامية التي عقلنت الحقائق وعقلنت السلوكات واستعاضت عن النقل ويعني بالنص المقدس الاستشهاد بالنص المقدس استعادت عنه بالعقل. ومن هنا دخل العقل وإن كان ما كانش عقل حر تماما كان عقل مذهبي. عقل مذهبي لكن المقاربة مزيانة برشا. ماذا تقول المقاربة المعتزلية في هذا الباب؟ تقول إن كل ما في الكون حكمة ودليل على وجود الله ودورنا أن نبحث في مواطن الحكمة الدالة على وجود الله في الموجودات. إذن الفرائض هذه فيها حكمة. فريضة الصوم فيها حكمة كبيرة. تعلمنا الصبر، تعلمنا ضبط النفس، تعلمنا التحكم في الانفعالات. هذه تحدث في شهر رمضان وعديد المؤمنين وعديد المسلمين يعني يتعظون بهذا الشهر الفضيل وتستمر السلوكات الطيبة السلوكات المحمودة في السلوك اليومي. وللأسف الشديد تبدأ تنقص شوية 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 وهذاك علاش وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يرجعنا شهر رمضان من جديد باش يعاود يحرك فينا هاك الوازع المزيان في سلوكاتنا وفي كل شيء. سي عبد المجيد اخترنا الموضوع هذايا باش نحكيوا عليه باش نصلحوا هالمعتقدات الغالطة اللي كنت انت تسمي فيهم وافتنا بهم باش حتى نحكيوا احنا مثلا في الأمثلة. سلة الرحم مثلا، سلة الرحم هيش مربوطة بركة بشهر رمضان، لازم في طيلة العام نكونوا ديما محافظين. ولكن شهر رمضان يعمقها يا أستاذة يساهم في تعميقها. ولكن ساعات نعرفوا سي عبد المجيد انه فما بعض العائلات اللي يعيشوا قطيعة يتسامحوا في شهر رمضان وبعد ترجع المشاكل. ما قلنا للأسف الشديد للأسف أن ما يعني ما يرسخه فينا شهر رمضان المعظم تمحوه الأيام معناتها للأسف يضعف بشوية بشوية. هذاك علاش يرجع لنا سيدي رمضان في العام الثاني. هو تبارك الله عليك سعد المجيد بتذكيرنا بالمعتزلة وبالعقل. ياليت كل الناس معناها تنحو هالتفكير هذا اللي ذكرتنا به. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لازم العقل يكون حاضر في حياتنا. أنا بس مرة أخرى للحوار ونعرف كأنك ما قصدتش هذايا، التحكم في الانفعالات مش إلغاء الانفعالات، هو لا هو تهذيبها، هو تهذيبها تهذيبها ما نجموش ما هذا هو هذا هو. أنا لا أنا أضيف معاك أنا أضيف معاك لما أنت تقوله تفضلت به وتبارك الله عليك. معناها لخصت في مداخلتك معناها كل المقاصد اللي نحاولوا نرسخوها في هالحوار هذايا. هو من خلال العقل لازم هو اللي يهذب غرائزنا، ما يلغيهاش. الإسلام لا يلغي الغرائز ولا ينفيها ولا يلغي الانفعالات ولا ينفيها. عنا العقل والانفعالات العاطفية والجسدية الأحاسيس، هذه كل شرعنها الإسلام ويقول اعملها ضمن منطق اجتماعي لا ضار لا تضار ولا تضر، ما بحيث ما تضرش نفسك وما تضرش الآخرين. هذه الكل أنا مسألة كل حويجة بسيطة. أنا عوض ما نبقى نردد في الأسف نقول ما نتأسفش، نقول ندعو المستمعين المستمعات إلى التذكير، نذكرهم أنه اللي علمهن رمضان أو التجربة اللي تعلمناها من خلال الممارسة في رمضان يليت كلنا مع بعضنا نداوموا عليها، نداوموا صلة الرحم، نداوموا الصدق مع النفس والصدق مع الآخر، نداوموا
المحبة والتسامح، لأنه ركيزة الإسلام هي المحبة. نسميه شهر رمضان شهر الرحمة، كيف نداوم على رحمة، نرحم أنفسنا ونرحم الآخرين، كيف نيش هالعبر الكبيرة هذه نواصلها. نفضل سي فايسل. هو بالنسبة إلى عقيدتنا، إلى ديننا الحنيف، دين الحنيف بالنسبة إلى الأحكام الشرعية مسطرة في النصوص موجودة، الرحمة، صلة الرحم، الصبر، التسامح، التآزر، الإيثار، هذه كلها موجودة. شهر رمضان هو شهر الإجراء وشهر الدربة أوبراسيونيل، يعني ما هو نصوص ومرجعيات دينية يتجسد في السلوك، تهبط إلى حيز الممارسة وحيز التنفيذ. بهذه الدربة نحن ندرب النفس ونحملها على الفضاء. وربي فضلك يا سي فايسل، تبارك الله عليك على كل الأستاذة، وموضوع رائع للغاية، رائع للغاية، وربما حتى واحدة ربما لا يمكن أن توفي هذا الموضوع حقه. حبيت نقول لك بارك الله فيك وربي فضلك. ربي يبارك فيك. شكرا لك سي عبد المجيد، مرحبا بك وانت وكل مستمعينا اللي نجموا زادة تفاعلوا معنا كما كلمنا سي عبد المجيد على 70 35 120. نرجع معك أستاذ للنقاش، كنا نحكيه على الجانب النفسي وأهمية الجانب النفسي وتطوير من أنفسنا تيلة شهر رمضان واستثمار الوقت في الشهر المبارك هذايا والاستمرارية زادة، مش نطوروا من أنفسنا تيلة الشهر هذاك بعد نرجعوا لي. أنا متفائل بالمداخلة اللي عملها سعد مجيد، وأنا يقيني بالله أنه هناك العشرات والعشرات من أمثال سعد مجيد في هذا الوعي في هذا الوعي، وياليت كانوا متفاعلوا معنا ويضيفوا، لأنه إضافة أخونا عبد المجيد بتذكيرنا بالعقل وتذكيرنا بدوام هل وتوافق أنه كل ما ذكرناه من خصال هو موجود في ديننا، لكن شهر رمضان هو شهر البراتيك كما اللي يقراوا يعني تطبيقي، النظري والتطبيقي، النظري والدين النظري، ويجي شهر نطبقوا فيه هالدين متاعنا بأبعاده الكل اللي جات في الدين. كيفناش هالتطبيقي والتطبيقي نحفظه فيه ونتعلمه فيه أكثر من النظري، لأنه هذا ايش نقوله للناس اللي الوعاظ الأيام متاعنا، انتم ما تعملوا في دروس وعظية، الناس لا 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 تغير سلوكها بالنظري، يلزم تطبيقي. رب العالمين أعطانا شهر تطبيقي من غير لا أيمة ولا علماء دين، عن نطبقوا فيه ديننا بالتسامح بالرحمة بالصدق هالشهر التطبيقي اللي تعلمنا فيه سلوكيات معينة كيفناش نداومها. هذه هي العبرة في كل ما قاعدين نقولوا فيه مع بعضنا، وانا يقيني انه فما ناس ما تفاعلتش يمكن بالتليفون لانه مش يمكن مش متعودة على الحوار، لكن قاعدة ماشية معانا في هالتفكير في دوام الايجابيات اللي عشناها وعايشناها مع بعضنا مع انفسنا ومع بعضنا، يليت تتجسد في الشارع تجسد اجتماعيا، بانه وهذا اللي سيخلينا مجتمع نرجع الى تحضرنا، نرجع الى صفائنا في العلاقات، لانه مره اخرى ونقولها ونعاود حياتنا اليوميه وكلنا متفقين فيها انه كثير ضغوطات، ضغوطات خارج عن نطاقنا، لكن نضيف عليها ضغوطات سلوكيه، الناس متنرفزوا على اعصابها وعلى تشنج، ياليت هالتشنج يتنحى لانه ما عندوش داعي، ياليت هالضغوطات الاقتصاديه والاجتماعيه وهالسلوك العنيف زاد اللي ولا موجود برشا في الشارع التونسي، ياليت في علاقتي الاجتماعيه نلقى راحتي، على الاقل بجانب الضغوطات فما راحه، فما وقت للراحه في علاقتي بالاخر، في علاقتي بعائلتي، في علاقتي بمجتمعي، نعيش شيء اخر عوض مواصلة الضغوطات إلى ما لا نهاية. هذه هي العبرة من البرنامج هذا ومن موضوعنا، وأنا يقينا أن كثير من المستمعين المستمعات يوافقوني في مغير غرور، نتصور أنهم كما سي عبد المجيد حاملين هالمعاني، ومدخلة أخوي عبد المجيد يخليني نتفائل أنه مجتمعنا مازالت فيه الحياة، مازالت فيه روح الحكمة، مازال النفس المعتزل اللي ذكر بها ما زالت موجودة، ولو ما نعبروش بها يوميا لكن ما زالت موجودة عند كثير ناس بسطاء، ولكن يمارسوا في الدين ويحاولوا يمارسوه خرج شهر الصيام إلى ممارسات يومية، يتراحموا يوميا،
يتعلموا يتكلموا بأدب، يتعلموا إذا فما مسكوا الغضب ما خليش الغضب يسيطر عليه ويتجسد في سلوكيات سلبية نندم عليها بعد. كيفناش الغضب نجم نعبر عليه بالكلمات ونقول إنسان تغشت عليه أنا متغش، نجم نقول واحد أنا متغش، مش لازم نعيط باش يعرف أني متغشش وأني غضبان، مش لازم في صراعاتنا نفجر نعمل سلوكيات سلبية باش نضر نفسنا ونضر الآخر. هذا الإصلاح النفسي، هذه هي الصحة النفسية اللي نطمح فيها باش الناس تصل إلى رقي الصحة النفسية. والصحة النفسية لها ظلها هو أنه الجسد يصبح صحيح وما عادش نمشي لأي طبيب. هذه هي الأساس. يعطيك الصحة أستاذ فيصل، احنا مازلنا مواصلين معكم، نستنى تليفوناتكم على 70 035 120. مرحبا بكم، كلمونا، تفعلوا معنا، شاركونا تجاربكم، إذا كان عندكم أي استفسار الأستاذ فيصل الكعبي المختص والمعالج النفسي يجاوبكم على جميع استفساراتكم. تبدلوش الموجة، خليكم ديما معنا على 93. من جديد انتم تسمعوا في إذاعة الحياة فام عن القيروان على 93. تحية كبيرة لكم وين ما يوصلكم صوت إذاعتنا. انتم تسمعوا في برنامج منتدى الحياة، البرنامج الاجتماعي اللي رافقكم من الاثنين حتى للخميس، من الماضي ساعتين حتى للأربعة، بحضور الأستاذ فيصل الكعبي المختص والمعالج النفسي اللي نعاودوا نرحبوا عليه نرحبوا به عفوا، ونشكره زادة لحضوره معنا والإفادة اللي والإضافة اللي قدمها لنا طيلة الساعتين هذوما. يعطيك الصحة أستاذ فيصل. بارك الله فيك، هذا من حسن أخلاقك، إن شاء الله إن شاء الله نجيبوا الإفادة دائما. أكيد احنا الهدف متاعنا ديما نقولوه هو ونعاودوا نقولوه هو إصلاح المعتقدات الخاطئة والإفادة، نخرج بالإفادة وإتمام الصحة النفسية والصحة الجسدية. الصحة النفسية في حياتنا اليومية. كيف نوصل إلى هذا؟ الوقاية خير من العلاج. وإحنا أستاذ اليوم نحكيه على شنو اللي بقى من شهر رمضان، خلينا نحكيه شوية معك على الجانب النفسي على مستوى الصحة النفسية. بعض الناس كما قلنا إحنا أستاذ في بداية حصتنا يراجعوا أنفسهم، يشوفوا الحاجات الغالطة، يراجعوا تصرفاتهم مثلا في الفترات الأخيرة، اللي عنده مشاكل مع عائلته ويراجعهم في الشهر هذا، يعني يصلح من روحه ويطور من روحه، إذا كان عنده حاجات ماهوش مقتنع بهم في 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 شخصيته ولا في في معناتها في شخصه، يحاول في الشهر هذا يستثمر الوقت ويستثمر الشهر هذا ويصلح من روحه. هذه روح المسؤولية، أني نكتشف أسلوب آخر من العلاقات مع عائلتي ومع مجتمعي. كيفناش هالاكتشاف ذايا والوعي ذايا والمعايشة خلال شهر كامل بسلوكيات إيجابية مع عائلتي ومع مجتمعي، كيفناش ندومها بعد؟ أنا يؤسفني بعد العيد اللي نكلمه يقول كأنه رجع، كأنه خذا راحة لمدة شهر وفجأة رجع للهموم والمشاكل والأزمات النفسية والعلاقاتية مع مجتمعه، ولا يفكر في الفلوس، ولا يفكر في الأزمة والسلع الناقصة، واللي خمم زاد في المصروف اللي صرفه، والمصروف اللي صرفه كيفناش ينجم يخرج. إذن كأنه خذينا راحة بشهر وفجأة رجعنا لمعترك الحياة وتعبها. نقول يا ناس ما تعتبرهاش راحة، اعتبرها فترة شهر كامل شهر رمضان نكتشف فيها نفسنا ونكتشف فيها سلوكيات أخرى ممكنة ما نمارسناها خلال الشهر. أنا نتحدث عن الممارسة الإيجابية. أكيد. كيفناش هالممارسة دي نجعل من رمضان شهر عام كامل، مش في الصيام بالأكل والشرب وإنما في السلوكيات الإيجابية. كيفناش نجعل من شهر رمضان عام كامل عوض ما يكون شهر، مادام احنا تصرف سليم كملنا به 30 يوم جربنا 30 يوم وقدرنا عليه، علاش ما نواصلش فيه؟ تكون علاقاتي طيبة مع مجتمعي، ما نكذبش على روحي، ما نكذبش على الناس الاخرين، ما نغشش روحي، ما نغشش الاخرين. اللي في داخلي وهي علامة الصحة النفسية للجميع. نقول الصحة النفسية ترتكز على شيء أولي، هو في كثير علامات، لكن العلامة الأولى أنه الداخلي هو الضاء الخارجي، ما يكونش في داخلي شيء فمش خفية نوايا خبيثة في داخلي شيء والبرة شيء. هذه هي أكبر أول علامة للصحة النفسية. إذن كيفناش نعود نفسي أن يكون نقي؟ يقول لك اللي على قلبه على لسانه،
هذايا كيفاش نولي نعيش الشيء هذايا يكون على قلبي، حتى ولو غش انا متغشش لا سمح الله عليك نقول لك انا متغشش، نجم نقول لك ما غير قله ادب ما نجمش، معناها نحافظ على الادب مع الاخرين، ولكن نقول لهم انا متغش على حد نقول له متغش عليك، مش حرام الغش، مش حرام الغضب، مش حرام الخصومه، الناس كل تختلف علاش لا، والاختلاف رحمه، لكن نختلف ونبقى في حدود الادب، ما نفجرش في خلافي. كيفناش هالسلوكيات متاع رمضان نكملها ونجاهد؟ رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول الجهاد الأكبر هي جهاد النفس، كيفناش نجاهد نفسي حتى بعد رمضان ما نطيحش في الستريس اللي اليوم عايشينه يوميا الناس كل، وعنا أدوات ضغط كبيرة نفسية، السلع الأولية ناقصة، الشهريات ناقصة على مستوى العيش لأنه الدينار قاعد ينقص، الأزمات الاقتصادية، الأزمات في الشغل، البطالة، معناها فما عناصر كثيرة موضوعية في حياتنا اليومية تخلينا نتعب، تعزز هالأحساس هذايا بالتأزم، حوايج ما نجموش نغيرها. تقول الأزمة الاقتصادية ما عنديش قدرة أنا كشخص باش نغيرها، هذه أزمة، كيفناش رغم الأزمة موجودة موجودة، ولكن كيفناش نعيشها داخلانيا بأقل ضغط، بأخف الأضرار، بأخف الأضرار، باش لأنه فما أزمة اقتصادية وعندها عواقبها في قلة الشراء وفي قلة المواد الأولية، ونزيدها ستريس ونزيدها ضغط في داخلي، كيفناش داخلي نعدله بحيث أني نواجه هالمشاكل الموجودة في المجتمع بأريحية بأقل ضرر على نفسي، لأنه إذا واجهتها مباشرة وتأثرت بها مش تولد لي أمراض أنا في غنى عنها، كما قلنا أمراض جسدية منها ضغط الدم والسكري ومرض القلب والأمراض الكلى اللي أمراض العصر هذه، كيفاش نقي نفسي؟ والوقاية خير من العلاج، رمضان جاء باش يعلمنا الوقاية، كيفاش نعيش حياتي الاجتماعية ما غير ما نتأثر بالسلبيات والستريس والضغوطات الموجودة يوميا. كيفاش أستاذ هذا الكل؟ هذايا السلوكيات الإيجابية اللي قلناها في رمضان، كيفناش نداومها؟ كيفناش استرس موجود ونعترف به، ولكن نتوكل على ربي، أني نجلس نعمل نهار كامل، احنا تعلمنا الخلو في التهجد وفي القيام، تعلمنا أنه نعمل سكينة في داخلنا ونتعبد رب العالمين، ونذكر أنه مدير هالكون هذا هو رب العالمين، وأنه هو اللي يرزق وهو اللي يقدر الأرزاق، إذا نتذكر هالمسألة دي ونقول نخلي السكينة في داخلي، نخلي نعمة من الهجوع ومن السجود والخشوع، ونتذكر ربي ونطلب ربي وما نحملش هم هالحياة دي، ونرضى بالمكتوب. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، إذن الرضا هي العلامة الأولى للصحة النفسية. باهي أستاذ فيصل، معنا تليفون نستقبله، سي عبد المجيد مرحبا بك على موجة الحياة فيه. أهلا عسلامة، يعطيكم الصحة، أنا مستمع في السيارة وموضوع مزيان باهي، وشدني قول الدكتور فيصل الكعبي الموصول بانفعال الغضب. انفعال الغضب فيصل قال بصريح العبارة، قال مش حرام، صحيح مش حرام، ولكن حبيت نعطي رأي في الباب هذا اللي كونه معناها الحالة الانفعالية الوجدانية القصوى رأي تذهب العقل أحيانا، تذهب الحكمة، تذهب الحكمة. ثم حاجتين حالتين يستحسن ألا نتخذ فيهما قرارا، تأخذ قرار هي حالة الغضب، والغضب مرفوض لأنه يذهب العقل، وحالة الفرح الشديد. حالة الفرح الشديد أنا وناس قبل يتكلموا على كلام الليل، يقولوا كلام الليل بمعنى أنه غير موثوق به، علاش؟ يتغيان العواطف، وهي جان العواطف في الزمن هذايا من النسق اليومي هو الزمن الليلي. إذا بالتالي نقول ضبط النفس، ضبط النفس مطلوب، يحدث أن نغضب ويحدث أن نفرح فرحا شديدا، ولكن هذا لا
لا يجب في تقديري أن يذهب الحكمة في التصرف. ربي يبارك فيك، ربي يبارك فيك أخويا، أخويا عبد المجيد. أنا المسألة كل أنه ما قلتش أنت قلتها كلمة في الحالة القصوى، الانفعال معناها ما إنساني وما نجمش الانفعال وبشري وما نجمش نمنع نفسي من الانفعال، يلزم نعترف بالانفعالات، لكن المسألة كل رب العالمين أعطانا غرائز وأعطانا انفعالات وهذه نعمة ما عند الله. الشيء الوحيد كيفناش نهذبها، كيفناش نهذبها؟ النعمة المعدلة للغريزة هي نعمة العقل. أكيد هي العقل، لأنه يعقل بالعقل، لأنه نجم يعقل. نعبر على ما انفعالاتي بعقلانية أنا المسألة كل قلت مع مش حرام، لأنه نعمة من عند الله ولازمنا. صادق فيما قلت، مش حرام فعلا. أي أنا المسألة كل كيف أنا إضافتك اللي أضفتها وبارك الله فيك، أنا في حوار معك ولا ألغي ما تقوله، بالعكس نأكد عليه نقول هي في الحالة القصوى، ما نخليش غرائزي ولا انفعالاتي تفلت مني وتغيب العقل في تعاملي مع الآخر. إذا الانفعال أنا متغشش وحقي أن نتغشش، رسولنا عليه الصلاة والسلام كان يغضب لكن كان يعقلن انفعالاته، لا يلغي الغضب وإنما يعبر عليه بعقلانية. هذه هي كيف نشرع انفعالاتنا كلها أي كانت، حتى الغضب وحتى الأشياء، لكن ما نخليهاش تجمح بينا كالفرس وتأخذنا إلى مواقع غير مرضية لا في علاقاتنا الاجتماعية ولا في عند رب العالمين. إذن المسألة كل في الجموح. دكتور فايز فضل. أنا حبيت نقول اللي حالة الغضب أو حالة الانفعال الشديد بصفة عامة، ما يسمى انفعال، هو أقرب من الغرائزنا، بالتالي أقرب يقرب بنا إلى مرتبتنا الجسدية أكل قلو الحيوانية بين مزدوجين. وكلما سيطر العقل وتجلى العقل وانعكس بالسلوك أقوالا وأفعالا، كلما ارتفعنا نحو درجاتنا الإنسانية التي تميزنا عن باقي الكائنات. سي عبد المجيد سامحني أستاذ فيصل، جوست عندي تعقيب صغير على كلامك. سي عبد المجيد ساعة نشكرك لمتابعتك البرنامجنا ووفائك لإذاعة الحياة فيه والمداخلة القيمة متاعك، شكرا لك. فقط حبيت إذا كان عندك تجربة مع شهر رمضان، شنو ماذا تبقى من شهر رمضان سي عبد المجيد؟ فمش هكا عادة من العادات اللي ديما تحافظ عليها، ما هي ما معناتها ما تكونش موجودة كان في رمضان وحاضرة ومن بعد نسكروا الموضوع ونرجعوا للعادي؟ والله أستاذة احنا يعني تعلمنا حاجة في منذ ظهور العقل في تاريخ في التاريخ الإسلامي. العقل في التاريخ الإسلامي ظهر مع المعتزلة. المعتزلة هذه الفرقة الإسلامية التي عقلنت الحقائق وعقلنت السلوكات واستعاضت عن النقل، ويعني بالنفس المقدس، الاستشهاد بالنفس المقدس، استعادت عنه بالعقل. ومن هنا دخل العقل، وإن كان ما كانش عقل حر تماما، كان عقل مذهبي، عقل مذهبي لكن المقاربة مزيانة برشا. ماذا تقول المقاربة المعتزلية في هذا الباب؟ تقول إن كل ما في الكون حكمة ودليل على وجود الله، ودورنا أن نبحث في مواطن الحكمة الدالة على وجود الله في الموجودات. إذن الفرائض هذه فيها حكمة، فريضة الصوم فيها حكمة كبيرة، تعلمنا الصبر، تعلمنا ضبط النفس، تعلمنا التحكم في الانفعالات. هذه تحدث في شهر رمضان، وعديد المؤمنين وعديد المسلمين يعني يتعظون بهذا الشهر الفضيل، وتستمر السلوكات الطيبة، السلوكات المحمودة في السلوك اليومي. وللأسف الشديد تبدأ تنقص شوية شوية شوية، وهذاك علاش وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يرجعنا شهر رمضان من جديد باش يعاود يحرك فينا هاك الوازع المزيان في سلوكاتنا وفي كل شيء. سي عبد المجيد اخترنا الموضوع هذايا باش نحكيو عليه، باش نصلحوا هالمعتقدات الغالطة اللي كنت انت تسمي فيهم وأفتنا بهم، باش حتى نحكيو احنا مثلا في الأمثلة سيلة الرحم. مثلا سيلة الرحم ماهيش مربوطة بركة بشهر رمضان، لازم في طيلة العام نكونوا ديما محافظين، ولكن سيلة شهر رمضان يعمقها يا أستاذة، يساهم في تعميقها. ولكن ساعات نعرفوا سي عبد المجيد أنه فما بعض العائلات اللي يعيشوا قطيعة،
يتسامحوا في شهر رمضان وبعد ترجع المشاكل. ما قلنا للأسف الشديد للأسف أن ما يعني ما يرسخه فينا شهر رمضان المعظم تمحوه الأيام معناتها للأسف يضعف بشوية بشوية. هذاك علاش يرجع لنا سيدي رمضان في العام الثاني. هو تبارك الله عليك سعد المجيد بتذكيرنا بالمعتزلة وبالعقل. وياليت ياليت كل الناس معناها تنحو هالتفكير هذايا اللي ذكرتنا به. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لازم العقل يكون حاضر في حياتنا. أنا بس مرة أخرى للحوار ونعرفك أنك ما قصدتش هذايا. التحكم في الانفعالات مش إلغاء الانفعالات. هو لا لا. هو لا تهذيبها هو تهذيبها تهذيبها ما نجموش ما هذا هو هذا هو. أنا لا أنا أضيف معاك أنا أضيف معاك لما أنت تقوله تفضلت به. وتبارك الله عليك معناها لخصت في مداخلتك معناها كل المقاصد اللي نحاولوا نرسخوها في هالحوار هذايا. هو من خلال العقل لازم هو اللي يهذب غرائزنا ما يلغيهاش. الإسلام لا يلغي الغرائز ولا ينفيها ولا يلغي الانفعالات ولا ينفيها. عن العقل والانفعالات العاطفية والجسدية الأحاسيس هذه كل شرعنها الإسلام ويقول اعملها ضمن منطق اجتماعي لا ضار لا تضار ولا تضر ما بحيث ما تضرش نفسك وما تضرش الآخرين. هذه الكل أنا مسألة كل حويجة بسيطة. أنا عوض ما نبقى نردد في الأسف نقول ما نتأسفش نقول ندعو المستمعين والمستمعات إلى التذكير. نذكرهم أنه اللي علمهن رمضان أو التجربة اللي تعلمناها من خلال الممارسة في رمضان يليت كلنا مع بعضنا نداوموا عليها. نداوموا صلة الرحم، نداوموا الصدق مع النفس والصدق مع الآخر، نداوموا المحبة والتسامح لأنه ركيزة الإسلام هي المحبة. نسميه شهر رمضان شهر الرحمة. كيف نداوم على رحمة نرحم أنفسنا ونرحم الآخرين؟ كيف نيش هالعبر الكبيرة هذه نواصلها؟ نفضل سي فيصل. هو بالنسبة إلى عقيدتنا إلى ديننا الحنيف، دين الحنيف بالنسبة إلى الأحكام الشرعية مسطرة في النصوص موجودة. الرحمة، صلة الرحم، الصبر، التسامح، التآزر، الإيثار، هذه كلها موجودة. شهر رمضان هو شهر الإجراء وشهر الدربة أوبيراسيونيل. يعني أكيد. ما هو نصوص ومرجعيات دينية يتجسد في السلوك تهبط إلى حيز الممارسة وحيز التنفيذ. بهذه الدربة نحن ندرب النفس ونحملها على الفضاء. وربي فضلك يا سي فيصل تبارك الله عليك على كل الأستاذة. وموضوع رائع للغاية رائع للغاية. وربما حتى واحدة ربما لا يمكن أن توفي هذا الموضوع حقه. حبيت نقول لك بارك الله فيك وربي فضلك. ربي يبارك فيك. شكرا لك سي عبد المجيد. مرحبا بك وانت وكل مستمعينا اللي نجموا زادة تفعلوا معنا كما كلمنا سي عبد المجيد على 70-35-120. نرجع معك أستاذ للنقاش. كنا نحكي على الجانب النفسي وأهمية الجانب النفسي وتطوير من أنفسنا تيلة شهر رمضان واستثمار الوقت في الشهر المبارك هذايا والاستمرارية زادة. مش نطوروا من أنفسنا تيلة الشهر هذاك وبعد نرجعوا لي. أنا متفائل بالمداخلة اللي عملها سعد مجيد. وأنا يقيني بالله أنه هناك العشرات والعشرات من أمثال سعد مجيد حتى اللي ما تفعلوش في هذا الوعي في هذا الوعي. وياليت كانوا متفاعلوا معنا ويضيفوا لأنه إضافة أخونا عبد المجيد بتذكيرنا بالعقل وتذكيرنا بدوام هل وتوافق أنه كل ما ذكرناه من خصال هو موجود في ديننا. لكن شهر رمضان هو شهر البراتيك كما اللي يقراه يعني تطبيقي النظري والتطبيقي النظري الدين النظري. ويجي شهر نطبقه فيه هالدين متاعنا بأبعاده الكل اللي جات في الدين. كيفناش هالتطبيقي والتطبيقي نحفظه فيه ونتعلمه فيه أكثر من النظري. لأنه هذا ايش نقوله للناس اللي الوعاظ والأيام متاعنا انتو ما تعملوا في دروس وعظية. الناس لا 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 تغير سلوكها بالنظري، يلزم تطبيقي. رب العالمين أعطانا شهر تطبيقي من غير لا أيمة ولا علماء دين عن نطبق فيه ديننا بالتسامح بالرحمة بالصدق هالشهر التطبيقي اللي تعلمنا فيه سلوكيات معينة كيفناش نداومها. هذه هي العبرة في كل مقعد نقوله فيه مع بعضنا.
وانا يقيني انه فما ناس ما تفعلتش يمكن بالتليفون لانه مش يمكن مش متعوده على الحوار، لكن قاعده ماشيه معانا في هال في هالتفكير في دوام الايجابيات اللي عشناها وعايشناها مع بعضنا مع انفسنا ومع بعضنا، يليت تتجسد في الشارع تجسد اجتماعيا، بانه وهذا اللي سيخلينا مجتمع نرجع الى تحضرنا، نرجع الى صفائنا في العلاقات. لانه مره اخرى ونقولها ونعاود، حياتنا اليوميه وكلنا متفقين فيها انه كثير ضغوطات، ضغوطات خارج عن نطاقنا، لكن نضيف عليها ضغوطات سلوكيه، الناس متنرفزوا على اعصابها وعلى تشنج، ياليت هالتشنج يتنحى لانه ما عندوش ما عندوش داعي، ياليت هالضغوطات الاقتصاديه والاجتماعيه وهالسلوك العنيف زاد اللي ولا موجود برشا في الشارع التونسي، ياليت في علاقتي الاجتماعيه نلقى راحتي على الاقل بجانب الضغوطات، فما راحه، فما وقت للراحه في علاقتي بالاخر، في علاقتي بعائلتي، في علاقتي بمجتمعي، نعيش شيء اخر عوض مواصلة الضغوطات الى ما لا نهايه. هذه هي العبره من البرنامج هذا ومن موضوعنا، وانا يقينا انه كثير من المستمعين المستمعات يوافقوني في مغير غرور، نتصور انهم كيما سعد المجيد حاملين هالمعاني، ومدخله خويا عبد المجيد يخليني نتفائل انه مجتمعنا مازالت فيه الحياه، مازالت فيه روح الحكمه، مازال النفس المعتزل اللي ذكر بها ما زالت موجودة، ولو ما نعبروش بها يوميا لكن ما زالت موجودة عند كثير ناس بسطاء، ولكن يمارسوا في الدين ويحاولوا يمارسوه خرج شهر الصيام إلى ممارسات يومية، يتراحموا يوميا، يتعلموا يتكلموا بأدب، يتعلموا إذا فما مسكوا الغضب ما خليش الغضب يسيطر عليه ويتجسد في سلوكيات سلبية نندم عليها بعد. كيفناش الغضب نجم نعبر عليه بالكلمات ونقول إنسان تغشت عليه، أنا متغش، نجم نقول واحد أنا متغش، مش لازم نعيط باش يعرف أني متغشش وأني غضبان، مش لازم في صراعاتنا نفجر نعمل سلوكيات سلبية باش نضر نفسنا ونضر الآخر. هذا الإصلاح النفسي، هذه هي الصحة النفسية اللي نطمح فيها باش الناس تصل إلى رقي الصحة النفسية، والصحة النفسية لها ظلها هو أنه الجسد يصبح صحيح وما عادش نمشي لأي طبيب. هذه هي الأساس. يعطيك الصحة أستاذ فيصل، احنا مازلنا موصلين معكم، نستنيو تليفوناتكم على 70 035 120، مرحبا بكم، كلمونا، تفاعلوا معنا، شاركونا تجاربكم، إذا كان عندكم أي استفسار الأستاذ فيصل الكعبي المختص والمعالج النفسي يجاوبكم على جميع استفساراتكم، متبدلوش الموجة، خليكم ديما معنا على 93. منتدى الحياة، منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية. منتدى الحياة، منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية.